وصلاح الدين السعيدي، هذه محاول في ذات الوتاد اللي بعد ربحت التسديدة فرصة يبدو من خلال تموقع لاعبين ديال فريق الكوكب المراكشي بخطر في ذات الوتاد، تسديدة فرصة تشير في حدود الدقيقة الثالثة. تابعوا التسديدة الشميلة شميلة شميلة جدا وارد كاس العرش، مباراة اللي كانت انتهت بفوز الفريق الأحمر. هذه فرصة فريق فاز على فريق الوداد الرياضي في نهائي كاس العرش. بعد ذلك عود لأشوال المباراة، مباراة مشعلة في المدرجات من جانب أنصار الوداد ومن أنصار كذلك الكوكب في انتظار تشتعل على مستوى رفع الوداد. هذا حسني حسني تمريرة شميلة، فرصة فرصة خطيرة 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 فريق الوداد الرياضي. اكيد هذه البدايه اللي كان كيتمناها فريق الوداد مع انطلاق الجوله الثانيه. هو تال كيتمكن من التمرير رشيد حسني الى البحث التسديد من رضا الجود محمد مختار سيزي تكيرات